موجز الثالثة مساء من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. وأكد المستشار جبالي في برقيته أن هذه المناسبة ستظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهدا على صلابة وصمود الشعب المصري وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، وسيبقى يوما ملهما للأجيال المتعاقبة يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية والتضحية من أجل عزة الوطن. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. وأكد المستشار عبد الرازق في برقيته أن تلك الملحمة الخالدة التي سطر ذكرها قواتنا المسلحة الباسلة حين ردت الكرامة المصرية وعبرت القوات خط بارليف المنيع واستردت الأراضي المغتصبة لنظل نجني ثمارا من سلام للأبطال المنتصرين إلى نهضة شاملة على أرض الفيروز بدأها الرئيس السيسي بعد عقود لتمتد لربوع البلاد في كل مجال، فآتت هذه النهضة أكلها إذ خففت من آثار الأزمات العالمية الطاحنة وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقيادتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات. وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك القاعات، تلقى مجلس أمناء الحوار مع الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر. وأكد الحضور على ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح، كما حيوا جهود لجنة العفو الرئاسي مؤكدين على ضرورة استمرارها بكل طاقاتها للإسراع بتحقيق مهمتها. كما شدد الحضور على ضرورة التوسع في دعوة كل الأطياف والخبرات المصرية للمشاركة في الحوار ودعم مشاركة الشباب المفرج عنهم وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس الفكرية والسياسية المصرية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية التي تربط مصر وكمبوديا، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع كمبوديا وكذلك مع رابط الأسيان التي تتمتع كمبوديا بعضويتها وتحظى مصر بوضعية الشريك معها. جاء ذلك خلال لقاء شكري مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة. وفي بيان أكد أن المحادثات تناولت أيضا تأكيد الجانبين على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما أعرب وزير خارجية كمبوديا عن تطلع بلاده للارتقاء بمستوى التعاون مع مصر، مشيدا بالمنح الدراسية التي تحظى بها الطلاب الكمبوديين في الأزهر الشريف، وقد بحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا وقد اختتم الوزيرين محادثاتهما بالتوقيع على 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار والثقافة والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين. انتهى موجز الثالثة من التلفزيون المصري، دمتم في أمان الله.